أحيا الآلاف في بغداد الذكرى الأولى لفاجعة تفجير الكرادة الذي أوقع أكثر من 500 شهيد وجريح، فيما تحول موقع الحادثة إلى ما يشبه المزار الذي يخلد صور الشهداء. وأوقد مواطنون آلاف الشموع في موقع التفجير معلنين استمرار الحداد على الفاجعة، فيما استغرب الأهالي عدم تسلم رفات 74 شهيدا لغاية الآن. ويقول ذوو الشهداء إن العزاء سيبقى مستمرا لحين الكشف عن الجهات الأمنية المقصرة ومحاكمتها. شنو يعني لكم هذا اليوم؟ شنو يعني لكم هذا اليوم؟ حبيبي والله العظيم اليوم صار سنه يوم ما يخالي والله العظيم ما يبعد مسلم ما يبعد مسلم ويا هذول الفاسدين الخضراء لازم تنقبر عليهم صدقي داعش الخضراء لازم تنقبر هم من سبب هم اللي اخذوا الشباب واليوم اخذوا الضحيه نفس الشيء هاي المره اللي حطتهم الام اللي صمموا بدون عيشه محلات هاي الام صمموا بكم ام الشهيد هاي صمموا بكم سنه كامله محلات بدون كان بدون عيشه مجمعين سنه كامله بس وعود بس وعود. جانبه أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أن القوات الأمنية أحبطت خلال العام الماضي هجمات أخرى استهدفت الكرادة ومنعت اختراق متسللين عبر خطوط الصد على أطراف العاصمة. الربيعي أضاف لشرقية نيوز من موقع تفجير الكرادة أن الإجراءات الأمنية الحالية تراعي التوازن بين الهاجز الأمني وضمان انسيابية الحركة. تضامننا مع هن اهالي الكراده مع ذوي الشهداء جنات النعيم ان شاء الله كل شهدائنا وان شاء الله الشفاء لكل الجرحى. اليوم قياده عمليات بغداد بعد مرور عام اشوف الكراده امنت بعد مرور عام حقيقه حاول داعش بكل ما عنده من قوه انه ينفذ عمليات داخل الكراده ولكن قياده عمليات بغداد والقطعات الماسكه البطله والاستخبارات بكل الوكالات الاستخباريه منعت داعش من انه يوصل للكراده ويحقق بها هدف والحمد لله هذا حقيقه جهود كبيره داعش كل المواطن العراقي والبغدادي يعرف انه يستهدف الكراده بالدرجه الاساس ولكن حقيقه منعناه وباصرار وبقوه منعناه حققنا عليه شيء راد يسوي ولكن قياده عمليات بغداد منعت داعش من يحقق هذا حقيقه يمكن انعكس بشيء يمكن اهل الكراده فكر بحاله انزعاج او تململ انه الاجراءات الامنيه اللي وضعت قياده عمليات بغداد وازنت بين كل الامور. احنا الكراده مفتوحه من الصباح الباكر من اذان الفجر حتى الساعه 10 مساء انه مفتوحه الكراده لكل العجلات تدخل. بعد العشرة فقط عجلات كوستر موجوده داخل الكراده وعجلات اجرى نقل تاكسي تشتغل داخل الكراده والامور طبيعيه جدا والحمد لله. راح يجي اليوم اللي نفتح الكراده 24 ساعه ان شاء الله قريب جدا ان شاء الله هذا اليوم ان شاء الله ما نقدر نقول بس عندنا اجراءات وان شاء الله نسويها.